بيقولوا الحياة الحقيقية بتبلش بنهاية، خلينا نقول منطقة الراحة. شو يعني هذا الحكي؟ يعني كتير مننا وناس كتير بنعرفهم بالواقع دائما بيكون عنا اعتراض على حياتنا، بيكون عنا اعتراض على عملنا، على مجتمعنا. دائما منحب نغير، منقول نحن بكرة بدنا نبلش جديد، نطمح للبدايات الجديدة للمجتمع الجديد. ولكن مثل ما بيقولوا كلام الليل يمحوه النهار يا ليلى. هذا الشيء لأنه الأشخاص وكتير مننا بيكون واقع بفخ منطقة الراحة. يمكن المصطلح اليوم شوي غريب، ولكن بالتنمية البشرية أكيد له تعريف، وتعريف جدا مهم، وهو مرتبط بجميع مجالات الحياة. تماما، حتى في أشخاص بالدراسة بمجال عمله، أنا بدي ساوي شيء جديد، بدي أعمل شيء، لكن هي بتضل مكانها، ما عم تقدر تتقدم أو تطلع. الصبح بينسى، بيضل مكانه. لهيك اليوم رح نتعرف على هالمصطلح اللي هو أحد أهم الأسباب اللي بتمنعنا من تحقيق أهدافنا أو نحصل على الشيء اللي نحن بنريده. ولهيك اليوم رح نحكي عن هالموضوع ونتعرف أكثر عن هذا المصطلح اللي كثير من الاشخاص ما بيعرفوا، سواء مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستديو حلا الشيخ، مدربه التنميه الذاتيه. يسعد صباحك. صباحك يا رب. صباحك. صباحك حلا، واهلا وسهلا فيك. كيفك انت ومنطقه الراحه اول شيء؟ لا اموري تمام، بتكسر مناطق راحه، ما بفوت ابدا. بالمصطلح العام مثل ما عم نحكي، ما كثير المصطلح عام عند الناس، ولكن بالمفهوم هلا بس نحكي، اكيد كل الناس مرقت فيه. خلينا هيك نوضح اكثر اليوم بالتنميه البشريه منطقه الراحه او الفخ تبع المنطقة. منطقة الراحة هي حالة نفسية وسلوكية بيوقع فيها الشخص نتيجة تكرار أفعال روتينية ومعتادة. بيشعر بالأمان والاستقرار، لكن شعوره بالأمان بيكون زائف، لأنه هو بعد فترة. نحن غالبيتنا كلها عطنا منميل للراحة، منميل للشيء المألوف، الشيء اللي بنعمله كل يوم، بس بعد فترة بنبلش يا الله مو عاجبني، متضايق، حابب أعمل شيء جديد، حاسس حياتي ما إلى معنى، خمول، كسل، مقارنة مع الآخرين. هون بقى بيكتشف انه هو واقع بمنطقة الراحة، اللي هي هون بيكتشف بقى الخلل لحتى يعمل نجاحات، يحقق انجازات بالحياة. تمام، لكن ليش اليوم في كثير من الاشخاص صعب عليهم انه يغادروا هي المنطقة؟ بيحسوا في صعوبة، نحن بدنا بس ما عم نقدر نطلع من هي المنطقة. هلا في كثير اسباب بتعيق الشخص. اول شيء لازم هو يعرف انه هو داخل ضمن منطقة الراحة. انا ايمت بعرف اني انا ضمن منطقة راحة؟ ما بيعني ان انا كل شهر بدي اعمل شيء جديد، لا، هي لما بصير انا بشعر بالخمول، بالكسل، باللامبالاة، حاسس حياتي ما إلى معنى، ماني عم، ما في انجازات بحياتي، ماني عم حقق شيء، هون ببلش بقى الخوف. هي بترتبط باربع مناطق. اول منطقة هي اسمها منطقة الراحة، لما الشخص بيقعد بقى بصير بيفكر وبيقلق، ليش انا ما عم ساوي شيء، وليش ما عندي شيء، وليش ما عندي انجازات، ليش غيري عم بحقق، انا ما عم حقق. ببلش بمنطقة تانية اسمها منطقة الذعر والخوف. هو حابب انه يغير، بده يبلش، بس في خوف، خوف من النتائج، خوف من الآخرين، خوف من المجهول اللي رايح عليه، خوف من قلة الوعي أو نقص المعلومات، أوقات الكبرياء، لا أنا بعرف كل شيء، لا أنا هيك عاجبني، الرضا السلبي، إنه أنا لا خلص مقتنع هيك وأموري تمام وما في شيء. أمتى بيكتشف إنه هو ما عنده رضا سلبي، إنه أو عنده رضا سلبي؟ لما بيشوف الآخرين كلهم عم يتطوروا ويتغيروا بحياتهم وعم يتقدموا، هو ثابت مكانك راوح. وهذا الشيء اكيد له تاثير سلبي على الحياه، على العمل، وحتى على العلاقات الاجتماعيه. خلينا نحكي عن السلبيات اليوم اللي بتسببها دائما الوجود في منطقه الراحه. هلا اول سلبيه بتسببها انه ممكن الشخص يكون عنده قدرات كثير حلوه، عنده امكانيات كثير عاليه بتمكنه وبتوصله لاشياء كثير حلوه بالحياه، بس هو لانه عايش بمنطقه الراحه ما عم يكتشف هذا الشيء. يعني خلينا نقول هي مثل كل حدا بجواته في كنز، هذا الكنز هو فيه قدراته ومهاراته اللي ممكن توصله بالحياة ليحقق الأهداف اللي هو بده إياها، أو يكون بالمكان اللي هو بده إياه. فوجوده بمنطقة الراحة بيخليه ما يشوف هاي الإمكانيات، دائما الصوت أنا ما بعرف، ما بقدر، ما فيني، الظروف ما بتخليني، لا أنا مو خرجي هذا الشيء، ما بقدر أعمله. هي أهم سلبية. ثاني سلبية هي بتحدد من قدرات الدماغ، لأنه الدماغ مثل ما بتبرمجيه بيتبرمج. فلما بتضلي أنت عم تبرمجيه على التحديات، كيف عم تتجاوزيها، على الصعوبات كيف عم تتغلبي عليها، هذا بينمي عندك قدرات الإبداع، بصير عندك إبداع، بصير عندك حلول. مثلا كيف أنا بوقع بمشكلة كيف أقدر حلها، وقعد بعقبة كيف أقدر أتجاوزها. فكتير في سلبيات. خلينا نحكي عن أهم العقبات اليوم اللي ما بتخلينا نخرج من هاي المنطقة، لأنه في أشخاص اليوم، في كتير أشخاص لهم داعمين عم يحكوا معهم أنه أنت بهاي المنطقة أنت لازم تطلع، لازم تتطور، لكن هو ما عم يقدر يعمل شيء. شو هي أهم العقبات؟ هلأ أول شغلة اليوم الشخص اللي ما بده يطلع ما في حدا يطلع، لأنه هي الشغلة خلص بإرادة الشخص متعلقة فيه. إذا هو يمكن مقتنع بهذا الشيء خلص أنا مقتنع وهيك أموري تمام وحياتي تمام، فخلص يصطفل. يعني هي شغلة اختيارية لكل شخص بقى وشو اختياره بالحياة. هي العقبات أقول لك أهم عقبة
العقبة هي الخوف. أنا طبيعي لما بدي بلش بشيء جديد شعور طبيعي إني بالبداية بدي أشعر بالخوف. هي مثل ما بنشوف الطفل اللي ببلش يتعلم مثلاً كيف بده يمشي، بيوقع مرة، بيوقع مرتين، ثلاثة، بعدين بيصير خطواته متوازنة وثابتة وبيقدر يمشي. فأهم شغله أنا بدي أتجاوز منطقة الخوف، لأنه بعد منطقة الخوف بتصير منطقة التعلم، بعدين بوصل لمنطقة النمو اللي هي قلت لك أربع مناطق مرتبطين ببعض، منطقة الراحة، الذعر والخوف، بعدين التعلم، بعدين النمو. فهو يعني بس أول فترة بده يكون عنده شوية صبر وشوية إرادة والمحفز قوي لحتى يقدر يكمل. لا ما هنقول أول 100 سنة، بس أول فترة، لأنه قلت لك العقل بيقاوم، بتكون صعبة لأنه هو يعني عم يطلع من حياة لحياة جديدة تماماً وبرمجة. يعني قلت لك العقل اليوم بيضطرب لما أنت بتفوتي على شيء جديد، لأنه العقل مثل ما بدرنجي بيمشي معك، فأنت خلص هو تعود على شيء آمن ومألوف إلي، فلما بدي إيجي غير هو ما رح يفكر إنه هذا الشيء آمن إلي، التغيير اللي أنا رح قوم فيه، فلا بخليكي تتمسكي وبيرجعك وتبلش مشاعر انزعاج ضيق. هاي فترة طبيعية جدا. يعني ممكن هيك مرقتي شوي حل من حلول نحن كيف قادرين انه نطلع من هاي المنطقة. حتى اليوم اللي عندهم عمل وعندهم شيء شغلهم بحياتهم كمان عم يقعوا بهي المنطقة. هلأ رح نرجع لإلها لنفرق بين التعود ومنطقة الراحة. خلينا نحكي بكيفية الحلول اليوم نحن أنا وغيري من الأشخاص، كيف قدرانين نحن نطلع من هاي المنطقة؟ شو هي أهم الحلول بموضوع التنمية البشرية؟ هلأ أول شيء لازم الشخص يكون عنده هدف، هدف بسيط بخطوات بسيطة، وما كتير يفكر بالقصة ولا كتير يكبر الأهداف. يعني مثلا أنا بدي أمشي، القانون بيمشي والكون بيمشي بالتدرج، أنا خطوة خطوة، مو معقول أنا مثلا اليوم مثلا حطيت شيء ببالي بكرة بدي لاقي نتيجته. أول شيء بدي يكون عندي هدف وأنا عم أسعى تجاه هذا الهدف. تاني شغلة، تغييرات بسيطة يومية أوقات كتير بتعمل فرق بنفسيتنا. أوقات اليوم نحن تغيير بتسريحة الشعر، تغيير بطريقة الكلام، تغيير بروتين أنا عم بعمله بيعمل كتير فرق على نفسيتي. فهي تغييرات كتير بسيطة الواحد يبلش فيها، وكمان يدخل الرياضة، يدخل مثلا القراءة، عادات ما كان بيعملها، تجارب جديدة، يكتشف شغلات جديدة، ممكن هو أصلا يتفاجأ بنفسه لما بده يبلش انه عنده قدرات وعنده امكانيات، وممكن يكتشف اشياء تأهله انه هو يكون شيء حدا كتير مبدع بالحياة. ممكن عنده قدرات ومهارات مخباية ما أنا مكشوفة ولا أنا ظاهرة. طب اليوم إذا بدنا نحكي، حكيتي حضرتك عن الحلول، لكن اليوم في أشخاص حتى ضمن دراستهم ضمن عملهم فجأة بيتعرضوا لاكتئاب وهن ما عم يقدروا إنه يواجهوا هذا الشيء أو يطلعوا من هذا الشيء. ممكن في أشخاص تترك عملها، في أشخاص إنه أنا خلص ما بقى بدي أدرس حتى بمرحلة الدراسة، ممكن بالمراحل الجامعية. هون شو الحلول برأيك؟ أو ممكن هذا الشخص يكون هو فعلا تعرض لصدمة خلته يوصل لهي المرحلة ما بقى يقدر يطلع منها أو يتجاوزها؟ هلا حسب الحالة، إذا هو مثلا نفترض كان متعرض لصدمة أو عنده ضغوطات كتير أو عنده تراكمات، أول شيء أنا دائما هون برجع إنه الشخص يعطي المشاعر حقها، يعني أنا عيش هي المشاعر اللي أنا عم أشعر فيها. تاني شغلة بدي أتقبلها وما ضل أرفضها وقاومها عم أهرب منها. هون نحن كتير عنا ضعف بمهارة إنه كيف ندير مشاعرنا أو كيف نتعامل مع مشاعرنا. بتقبل هي المرحلة اللي أنا فيها، وهون ببلش أنا مجرد إني أتقبل وأسمح لهي المشاعر إنها تروح، عقلي رح يصير يساعدني يعطيني حلول. فممكن أنا مثلا إنه خلص مثلا واقع مثلا بصدمة الاكتئاب ما فيني عم أدرس، باخذ بس قسط من الراحة، بعمل شيء يجدد لي طاقتي، شيء يرفع لي الحماس، برجع يعني بشوف انه انا شو الحافز اللي انا لوين بدي اوصل، شو الهدف اللي حابب اوصل له. هذا الشيء ممكن يعطيني شويه تحفيز اني اتجاوز هي العقبه او غير الطريقه اللي انا عم بدرس ممكن فيها، غير او عم الطريقه فيها. ممكن نضيف شغلات جديده. مثلا اوقات نحن ابناء العاده يعني بنتعود عليه خلص بيسحب معنا كلامنا، فلبعدين انت بتصيري بتحسي فقدتي الشعور اللي كنت تشعري فيه بالبدايه. فالمفروض انا غير، ضيف شغلات جديده، كنت بدرس بمكان غير المكان اللي عم ادرس فيه، مثلا بدرس بطريقه قلم وورقه غير، صرت اتمشى وانا عم ادرس، دخل شغلات تعطيني هيك شويه متعه وتحفيز. ذكرتي اليوم كلمة وهي العادة، وإذا رجعنا هيك للأجداد بيقولوا ابنك على ما ربيتي. اليوم قد ايه المحيط مهم بحياة كل شخص فينا من الطفولة؟ يعني نحن بنعلم النفس والتنمية البشرية بنعرف إنه الغرسة الأولى هي بالطفولة. في اليوم أهل بيعودوا ابنهم على المجازفة، على خوض المغامرات، في الأهالي لا بحجة الخوف بيعزلون، فبيكبر هذا الطفل ممكن يكون أكثر عرضة للوقوع بمنطقة الراحة. يعني خلينا نحكي اليوم تأثير المحيط، وفي حال حب انه يطلع هذا الطفل اللي اصلا ما انه متعود انه يطلع، قد ايه اليوم تاثير المحيط السلبي بياثر عليه؟ هلا كثير بياثر على الشخص. فهون بقى كثر ما بيكون الاختبار صعب، على كثر ما بيكون هون بده اراده والتحدي بيكون كبير، بحاجه اني انا ابذل جهد اكثر. هي منطقه الراحه ما بيكون فيها بذل جهد، ليش؟ انا خلص شيء تعودت عليه عم اعمله كل يوم، فما فبتكون هي باقل طاقه وباقل جهد وما فيها توتر ما فيها اي شيء.
عايش بشعور امان وهمي. فلما انا بدي اجي مثلا بدي اطلع من منطقه الراحه بتسمعي كثير اراء حواليك، مثلا انت بدك تعملي شيء جديد اليوم، ليش بدك تعملي؟ الكل ما شاء الله بيصير عنده نصيحه خبرة وفلسفه ويا لطيف خبره، ومع انه بتطلعي على انجازاتهم وتجاربهم بالحياه ولا شيء باهلهم اصلا يعطوا النصيحه. قد ايه اليوم الخيبات صعبه كثيره، وانه يعني يعني انت بدك تطلعي وفي حدا عم يشدك لتحت، فلهيك عم اقول لك الاختبار بيكون كثير صعب، انه انا لا بحط الهدف قدامي وبضل ماشي عليه وما بحاول ركز ابدا. في حدا عنده كلمه حلوه، عنده كلمه تدعمني، كلمه تطورني بسمعها، اللي ما عنده لا خلص يعني روح انشغل بحالك بحياتك وتركني بحالي. تمام، ذكرتي نقطه من شوي انه الهروب من الواقع، كثير اشخاص فعلا بيهربوا من الواقع، في منهم بيهربوا بالنوم. انت مع هذا الشيء ممكن انه يكون لفتره مؤقته ام اكيد هو اذا استمر يمكن له سلبي، لكن اذا الشخص هرب من الواقع لفتره مؤقته بس لحتى يطلع من الحاله النفسيه السلبيه اللي هو فيها؟ هلا انا ماني مع الهروب، الهروب مع انه ممكن هيك عزله مؤقته تكون لمده معينه ومحدده مشان ما اغرق بالشعور، لانه انت بس غرقتي بالشعور سواء كان حزن او خيبه او خذلان ما عاد فيك تطلعي منها. فانا لا باخذ ممكن يعني ماكسيموم مثلا 3-4 أيام 5 أيام بالكثير، بقعد مع حالي بفهم مشاعري، بفرغ هي المشاعر، بتوازن، برجع بعطي حالي طاقه لحتى ارجع استمر بالحياه، اقول انه الحياة ما بتوقف على حدا، الحياة مستمرة، في اشياء كثير حلوة بدي اعملها. فانا ماني مع الهروب الكثير، لانه بس غرقتي بالشعور كثير صعب تطلعي منه، بسيطر عليكي. فلا باخذ عزلة مؤقتة بفرغ هي المشاعر، وحتى لو ما قدرت اطلع انا بكسر وبرجع بطلع. لهيك انا كثير بشجع انه الانسان يكسر منطقة الراحة، بضل عندك شغف بالحياة، عندك ابداع، في معنى، في اشياء حابة تحققيها، في اشياء حابة توصلي لها. فمو كل شهر لا، يعني كل مثلا الشيء اللي انا كنت عم قوم فيه كل يوم مثلا فجأة حسيت ما عاد عم يعطيني الشعور اللي كان يعطيني فيه، بغير، بحس اني ما ادخل بمنطقة الراحة. وهون يمكن اكثر هذا الشعور اكثر شيء يعني بيحسه الشخص بمجال عمله، صح. وقت بيبقى سنين بنفس المجال بحس انه هو ما عاد شيء عنده شيء يقدمه، يعني هو صبح عم يفيق اجى على دوامه وخلص رجع على بيته مع عائلته نام فعاد الروتين اليومي. خلينا نحكي اليوم ما بين الفرق بين العاده انه انا متعوده اعيش هاي الحياه او انا هل اليوم عن جد انا موجوده بمنطقه الراحه. هلا عم اقول لك منطقه الراحه ايمت بعرف اني انا موجود فيها؟ لما بيصير عندي مشاعر وهيك افكار انه انا ليش عايشه هالحياه، شو هالملل اللي انا عايشه فيه، كل يوم نفس الروتين، كل يوم نفس الاشخاص، ما عاد في نفس على شيء، ما عاد لك نفس تجاملي ولا تسايري. هون بيكون انت هون بلشت صفارات الانسان، انت عايشه ضمن منطقه راحه. حتى لو اليوم عنده شغل وعنده حياته، هلا الشغل اساسي بحياتي، فانا بدي اضيف شيء لنفسيتي لطاقتي، شيء يجدد عندي مشاعري لحتى اقدر اكمل بشغلي. فممكن انت شغلك ما فيك تغيري، ممكن انه خلص انا مستمره بهذا الشغل، بس انا وين الاساس والدور؟ هي مشاعرك انت. لما المشاعر بتكون تمام ومتوازنه وهيك متنشطه وسعيده، بتوقع انه ما في شيء رح ياثر لا شغل ولا اشخاص ولا محيط ولا حدا. لا هون عم نركز على موضوع انه مو كل حدا قاعد بالبيت او حدا عم يشتغل هو غير معرض للوقوع بمنطقه الراحه، لا الكل اليوم معرض. هلا الكل يعني حتى اللي قاعدين بالبيت بالعكس، ليش؟ حتى اللي قاعدين عندهم كمان التزامات ومهارات اليوم، مو بس الناس عم تشتغل برا البيت، في الامهات عم يشتغلوا جوا البيت اكبر دور واعظم دور، يعني بين تدريس وتطبيخ وتربيه. هذول يمكن هنن الاكثر عرضه لهذا الشيء، صح، لانه هي كمان بمنطقه مره لسه الراحه تحت الصفر من الراحه. هي ليش؟ لانه ما في شيء عندها كل يوم نفس الروتين، نفس الاعمال، نفس الاولاد، نفس الاشياء اللي عم بعملها، فبتوصل لمرحله انه انا اوف شو هاد ملل، وانه ما عاد بدي هالحياه، ويا ريتني ما تزوجت، ويا ريتني ما جبت. طب هدول السيدات اليوم، شريط اليوم المعتاد. تماما، هدول السيدات اليوم كيف ممكن يطلعوا من هي المنطقه؟ هن عايشين بالبيت نفس الروتين مثل ما ذكرتي حضرتك، كيف بدهم يطلعوا من هي المنطقه؟ حسب الحاله اللي هي فيها. مثلا اذا نفترض الاولاد بعمر كثير مثلا صغير، وهي مثلا انه حابه تشتغل بالحياه او مو حابه تشتغل، اذا مو حابه تشتغل في كثير اشياء تضيفها ليومها، تعطي قسط من هيك الدلال والرفاهيه لنفسها. شو يعني؟ بيقولوا لي ما بنقدر وما فينا الصبح بس تفيقي قبل ما تبلشي باي شيء، بس اقعدي مع حالك 10 دقائق، فنجان قهوه، ترتيب للافكار، ترتيب للمهام اللي انا بدي اقوم فيها باليوم، واخر المساء كمان اقعدي مع حالك هالربع ساعه، لانه انت اذا ما شحنتي هالربع ساعه الصبح والربع ساعة على المساء ما رح تكوني قادرة انك تعطي ولا تقومي بالمهام ولا بالتزاماتك، ورح تضلي معصبة ومنكدة وغاضبة. واصعب شيء بالبيت اليوم هي الام العصبية والغاضبة، لانه جدا بتكون تأثيرها سيء على اولادها والاسرة والبيت وكل شيء. طيب يا مامت، ما هذا التعصيب ما في شيء من لافه، هي لك عم اقول لك مع انا انه الواحد ممكن يمر باشياء بتعصبه، بس هي لازم تعرف تفرغ مشاعرها. نحن اليوم عم لك عم نجهل مهارة كثير مهمة، كيف أنا أتعامل بوعي مع مشاعري. أنا ممكن أغضب، ليش؟ ممكن أعصب، لأنه اليوم نحن إذا رجعنا للصغار نحن عندنا موضوع الكبت هو أساسي كان كمجتمع شرقي، صح. اليوم يعني نحن بنكبر ما بنعرف نقول لحدا أنا بحبك مثلا، ولا بنعرف نعبر، ولا تقولي لا، ولا من حقك أصلا يعني إنك تقولي المفروض تقولي لا عم
تضطري تقولي هي لانه انت اليوم مانك متعوده صح. على هاي الثقافه انك انت تعبري. صح نحن كثير كان عندنا اهمال بالعاطفه سواء بالتربيه وبالتعليم، عطوا التاريخ والجغرافيا وكل شيء، انا ما بقلل من اهميه اي ماده او شيء، بس العاطفه كثير مهمه، هي اساس تكوين الشخص. فنحن لولا مشاعرنا اليوم كيف بدنا نعيش؟ مشاعرنا هي اللي عم تحركنا. بنعمل خجل. فخجل وكبت ولطف زايد وما بصير وعيب ولا وبلع وسكوت وما بصير تعبر، فهذا الشيء كله خلق صغرات كثير كبيره بشخصيتنا صحيح. اليوم، اليوم نوصل لدرجه انا مو عرفانه كيف اعبر او كيف احكي او كيف اوصل نفسي للاخرين صح، ولا عرفانه افهم الاخرين. فالوعي بالمشاعر هي اهم مهاره لازم تكون من الطفوله، اسمها الذكاء العاطفي، من الطفوله للكبر، هي صغره كثير كبيره. يمكن بهذا الوقت كثير عم يصير تركيز على الذكاء العاطفي من الطفوله، وهذا الشيء كثير مهمه. خلينا نضل بالوعي واللاوعي، وقت الانسان بيروح بيطلع بيقرر انه انا اليوم رح اطلع من هي المنطقه وحروح بلش هذا الطريق، اكيد في اساسات حكينا فيها انه نحن شو نعمل، نحدد نبلش ونفكر صح. الى اخره، ولكن اليوم الظروف ممكن ما تساعد، يمكن يتعثر، يمكن يكون في خيبة أمل بالمشروع اللي دخل عليه من المحيط من المادة إلى آخره. يعني هاي الخيبة كيف مفروض يتعامل معها؟ في ناس ترجع للمنطقة وبتقلك خلاص أنا جربت وفشلت. هلأ أنا هون بقى يبلش الاختبار، ليش؟ أنه أنا لما طلعت لي هي العقبة أو أكلت هي الخيبة، هي عم تكون اختبار أنا رح كفي ولا رح أرجع. فأنا بقدر ما بيكون عندي إرادة وعن جد أني أنا حابة أوصل بوصل، اما لما بدي استجيب لاي مشتت ولاي عقبه ولاي احباط او اي كلمه عم اسمعها، فانا من الاساس ما كان بدي، ممكن انا اخذت هذا الشيء لدافع اخر مو حقيقي، ممكن يكون دافع مزيف او وهمي، انه انا مثلا بدي اوصل لمكان لحتى يشوفوني الناس اني انا وصلت، فانا هون قدام اي عقبه رح استسلم وارجع، اصلا الحافز ما كان قوي وما كان حقيقي متعلق فيني بالقصة. ولا مآمنه فيه ابدا، بس لما بآمن فيه انا خلص ما عاد ركز، انا مركزه على حالي، مركزه على الهدف اللي بدي اوصل له وماشيه، والاختبارات رح تطلع حتما. انت اليوم لما بتنوي اي نيه او تحطي هدف بدك توصلي له بدها تجيكي اختبارات لحتى انه تختبر انت عن جد بدك ولا لا. فمو معقول قدام اول عقبه انا استسلم. انا عم اقول لك بالبدايه بيكون في عندنا مقاومه من اللاواعي، ليش؟ لانه هو متبرمج على شيء معين، فبلش بتشعري بمشاعر ضيق، انزعاج، خوف، بدك تكوني هاديه وتتقبلي هي المشاعر وتكملي، تضلي تذكري حالك انا بدي اوصل، بدي اوصل، بدي احقق، بدي اعمل هذا الشيء. تماما. قديش دائما بنعرف انه النجاح بده تعب، بده بذل جهد، بده ضغط على نفسنا لحتى نحن نوصل لهذا الشيء اللي بدنا اياه، وقديش ما الراحه هي بحد ذاتها فينا نقول فشل وقت الشخص بيضل بمكانه ما عم يقدر يعمل شيء، قديش مهم اليوم هذا التحفيز وهي الموضوع اللي عم نحكي فيه اليوم لربات المنزل، لطلاب المدارس، اي شخص اليوم بيتعرض لهذا الشيء انه يطلع من المنطقه اللي هو فيها يغير شيء بحياته. مزبوط صح كلامك، لانه اليوم نحن عم قلك هي اصلا طاقه الشباب وطاقه الحياه والجمال الحياه، اذا انا ما كسرت مناطق الراحه بخسرهم. فلازم انا يكون كل فتره بس حس انه انا خلص الشيء اللي عم اعمله ما عاد عم يعطيني المشاعر اللي كنت اشعرها، لازم اعرف اني انا هون لازم غير، لازم بدل، ما ضل مكمله وماله ومجاعه على بالي ومزعوجه. فلازم طيب خلينا كرمال ما نكون روح لكلمة لازم، وانه انا اليوم اتأخرت، اليوم انا طفلي قدامي صعب ياخد قرار، صار شاب وناطرني، انا اللي قرر عنه، انا اللي وجهه، انا اللي قيمه من هاي المنطقة حطه على اول طريق الدراسة او النجاح. خلينا نرجع للطفولة، نأسس هذا الطفل كيف يواجه الخروج من هاي المنطقة، شو هي اهم الاساسات المفروض انا دربه عليها؟ اليوم التدريب هو اهم شيء بموضوع الخروج من المنطقة راح حتى للكبار، يعني خلينا نهيئ هذا الطفل ما يعذبنا، نعلمه على التعبير المشاعر، نعلمه كيف يغامر بشخصيته بأفكاره. صح. هلا اهم شغله تعطيه مساحته، نحن اليوم كثير بنحد من قدرات الطفل ومن ابداعه بالحياه ومن انه هو شو الشيء اللي حابب يعمله ويوصل له، نحن من لما بيكون صغير بنبلش تلقين، انت بدك تصير هيك وبس تكبر رح تعمل هيك وبس انه تكبر رح تصير بهذا المكان الفلاني ورح تدرس الاختصاص الفلاني، هذا الشيء غلط، اعطوه الطفل مساحته، اصلا التربيه هي قائمه على الرعايه والحب، مو على التوجيه والتسلط، انا ممكن اوجه اذا كنت مثلا خايفه على ابني من اشياء معينه بده يواجهها بالحياه، بعطي توجيهات، بس ما بعطيها بطريقه تسلط وامر وفرض، بالنهايه هو طفل بده يعيش شخصيته، اذا ما جرب وغامر ووقع ما رح يتعلم. تماما. فنحن عم نحكي كنا انه هي منطقه التعلم هي ثالث منطقه، فبعطيه مساحته وبتركه يعبر، انا بكون جنبه، يعني انا شايفته وعيني عليه بس انه تاركته يوقع يتعلم يعبر يخوض تجارب يستكشف نفسه. في حال الاهل
اكتشفوا هذا الشيء بمرحله متاخره حسوا انه هنن لازم يطالعوا ابنهم من هي المرحله، ممكن هذا الشيء يستفيدوا منه او خلص؟ لا طبعا طبعا على هذا الشيء. لا طبعا بيستفيدوا. بالنهايه عم اقول لك انه صح، هي ممكن بيقولوا انه العمر مرق والشاب مثلا انه الطفل صار شاب وكبر، لا انا بقدر انه رمم وبقدر صلح. لما بتكون عن جد النيه حقيقيه وساد املا بقدر برجع بعطيه المساحه، بقدر بشجعه، بقدر بحفزه، ممكن ما اعمل شيء بس اعطيه كلام ايجابي بس ادعمه. هاي خلينا نقول نوع من الاهالي، ولكن في الطفه الثانيه في اهالي خلينا نقول الدلال كثير، انا بعمل لك كل شيء، انا اللي بعمل، انا الظروف الماديه اليوم جدا متوفره، انت ما في حاجه اليوم لا تشتغل ولا تفكر اصلا يعني، فبيكبر هذا الطفل على هاي القصه يعني. قد ايه اليوم الدلال سلبي على شخصية الطفل؟ كثير سلبي، ليك الدلال كثير سلبي والتشدد والسيطره كثير سلبي. انا مع التوازن يعني، انا مو مع انه كمان الدلال على الاخير، لا في شغلات بدي حمله مسؤوليتها. اليوم اهم شغله عم نواجهها نحن كشباب عم اسمعها انا من اشخاص هي عدم المسؤوليه، وهي نقطه كثير مهمه تكون موجوده بالشخصيه، سواء بالزواج سواء بالعمل بالنجاح باي شيء بدي حققه بالحياه. هي عدم المسؤوليه من وين اجت؟ اجت من الدلال، لا انا بعمل عنك، لا انا بساوي، لا انت خليك مرتاح، تقبرني، لا لا تتحرك. طيب هي الاشياء كلها عم تخلق بشخصيته لا مبالاه وما عم يحس بقيمه الاشياء، فغلط. انا لازم اعوده على المسؤوليه ليكي من اصغر تفصيل يعني. شايفه لما هو بيقوم الصبح انه كيف مثلا يرتب سريره، هو المفروض يعمل هذا الشيء تماما. واكثر شيء بيوقع بهذا الشيء انه ربات المنزل يعني، لا انا بعمل لك بساوي لك بجهز لك، هذا الشيء غلط. حتى في اهالي مثل ما ذكرت رشا انه مادياتهم منيحه حتى لمرحله الجامعه لمرحله الزواج، انه امنوا له كل شيء، وفات على بيت جاهز من كل شيء، هو هذا الشخص كيف بده يواجه ممكن اي عقبه تواجهه بالحياه ما يقدر انه يسيطر عليه، حتى يمكن ما يكون قادر على مسؤوليه الزواج وتحمل هي المسؤوليه. مزبوط كلامك صح. عم اقول لك هي اليوم عقبه عم تواجه 99% من الشباب، نسبه الطلاق اليوم كثير كبيره من وراء هي النقطه يعني. انا اليوم كمان ضمن شغلي وبشوف يعني نسبه الطلاق كله انه تبع انه ما عم يتحمل مسؤوليه الاولاد، ما عم يتحمل مسؤوليه البيت، هي مو متحمله مسؤوليه الاولاد، ما شبعت من الحياه، بدها تروح بدها تيجي. طب هذا الشيء كثير غلط، فانا لازم ما في داعي للمحبه عن صدور. عن جد ما في داعي. طيب هلا اليوم اذا بدنا نختصر عنوان الفقره لليوم وهي منطقه الراحه اليوم هيك باختصار، شو حطينا عناوين لهي المنطقة؟ بقول لهم انه لازم يكسروا منطقة الراحة وما لازم تكون هي القيد او المعيق لهم لحتى يتطوروا وينجحوا، ولازم انا كل فترة انه بس اكتشف اني انا واقع بمنطقة الراحة اكسر هي المنطقة وجدد جدد اعمل اشياء جديدة، اشياء هيك تضيف لي شغلات حلوة لحياتي. ان شاء الله هيك بالتجديد دائما، وشكرا لحضورك اليوم، يومك حلو واهلا وسهلا فيك. شكرا لحضورك معنا وللمعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا كثير لحضرتك.